تلاش هي منظومة للدفاع الجوي المتوسط المدى، صممت لمواجهة تهديدات الهجوم الجوي المفاجئ على مناطق البلاد الحيوية. وتملك منظومة تلاش أوسعي كفاءة متطورة في كشف وملاحقة واستهداف الطائرات السريعة الحركة كالمقاتلات والقاذفات والهليكوبتر، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وتصيب أهدافها على ارتفاعات عليا في نطاق دائرتها العملياتية. وسجلت الصناعات الدفاعية بذلك طفرة نوعية في تكنولوجيا الدفاعات الجوية والفضائية الإيرانية، وإضافة لقوة الردع الإيرانية. منظومة صياد 2 تنضاف إلى الدفاعات الجوية الإيرانية